الفرنسي بالذلل الأصايل للمهجنات، وينطلق شوط يحمل في طياته بنوك المستقبل وفحول المستقبل المنطلقة الزمول وسالم بن علي الحبسي معلقا وواصفا لهذا الشوط الخطير. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هكذا يأتي التواصل في اليوم السادس لمهرجان الشيخ زايد التراثي بهذه الانطلاقة الكبيرة هنا في يوم السبت العاشر من شهر ديسمبر لعام 2016 الميلاد، انطلاقة حولي وزمول أبناء القبائل. نذكر بانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقه سوف تكون في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم، مع انطلاقة أشواط الرموز الثمانية التي يتنافس من خلالها أبناء القبائل على شرف السيف الكبير والغالي الذي يحمل اسم الشيخ زايد طيب الله ثراه. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام تأتي انطلاقتنا الثالثة، وانطلاقتنا الثالثة خاصة بالزمول المحليات الأصايل بنوك المستقبل، تنطلق في هذا الصباح ومباشرة نسير لنتعرف على المركز الأول والصدارة الأولى. يأتي سراب لسعيد بن غدير بسعيد بن لويهي الدرعي من يقدم سراب على مقدمة هذا الشوط، بينما اللي في المركز الثاني وصل الترس لسعود بن علي الحبسي نقل مباشرة إلى المركز الثالث، وهناك زعفران لأحمد بن راشد بن أمبار بن سبت الخيالي اللي وصل في المركز الثالث، ولكن تدخلات من الهزاز محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وصل ايضا ابو حمد شعار ايضا غني عن التعريف، والهزاز احد بنوك الانتاج الذي يمتلك بن عويضان بالفعل سطر الانجازات الكبيره مع الهزاز، وايضا هذا والهزاز اليوم مع بن عويضان مشاركه في شوط الزمول. يتواجد هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام الوصول الاخر هنا من شاهين حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي، وصل ايضا يقدم شاهين، ولكن هنا سلهود احمد بن سالم بن دري الفلاحي، وصل ايضا شعار الفلاحي يقدم هذا الشعار الكبير، خبره في عالم الاصايل يقدم سلهود، ولكن دخول اخر تحدي مثير هنا من خلال تواجد ادهم حميد بن محمد بن سعيد المنصوري، وصل في هذه اللحظات بدأ يسير من مركز إلى آخر، ولكن دخول من الزاوية الأخرى من خلال تواجد اللي هو شاهين لسعيد بن سرور بن سعيد الاكتبي، أيضا واحد من الأسماء القوية والعملاقة سطر إنجازات هنا من خلال الفوز في بداية الموسم، ومع افتتاح الستة كيلومترات استطاع أن يسجل نقطة ذهبية في عاصمة الميادين. يأتي اليوم مشاركا هنا في أيضا مهرجان الشيخ زايد التراثي والمعروف بجائزة زايد الكبرى، يأتي هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام على المركز الثامن، المركز التاسع، ناخذ المركز التاسع القادم في هذه اللحظات في المركز التاسع من واصل حامل رقم 42 الوصول اللي هو سلهود سالم بسعيد بالحميد الاكتبي، والمركز العاشر ياتي هنا مشاهدينا الاعزاء مرحب لجمال بن راشد بالشاوي الاغفلي. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، العشر المراكز الاولى هدير الزمول اليوم، الثمانيه كيلومترات هي المسافه ايضا المقرره لانطلاقه هذه الفئه العمريه مع انطلاقه اشواط الكبار الحولي والزمول. نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، ما زال الدرعي هنا يقدم سراب سعيد بن غدير بسعيد بن لويهي الدرعي احد الاسماء القويه والعملاقه القادم من ميدان القوع بالفعل، يقدم هذه الانطلاقه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام على الصداره الاولى على المركز الاول، بينما اللي في المركز الثاني الوصول على ثاني المراكز. ياتي هنا مشاهدينا الاعزاء سلهود احمد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي يقدم سلهود، ينطلق مع سلهود، يسير مع
حراس الهود في هذا الشوط، سلالة صغانية عريقة أيضا تعرف أيضا طريق التحمل والتسيير أيضا للبحث عن الفوز والانتصار، بينما الوصول الآخر من أدهم حميد بن محمد بن سعيد المنصوري اللي واصل المنصوري من الزاوية الأخرى يقدم انطلاقة رائعة وجميلة على المركز الثالث على الاندفاع الثالث مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. المركز الرابع التحديات الكبيرة هنا الوصول من شاهين حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي وصل يقدم هذا الاسم، ولكن هنا أيضا وصول الهزاز، وصل الهزاز لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، وبن سبت من الزاوية الأخرى أحمد بن راشد بن محمد بن مبارك الخيلي، شعار بن سبت أيضا يأتي ليقدم هذه الانطلاقة، وصل الترس أيضا في هذه اللحظات لسعود بن علي الحبسي يقدم الترس في هذه الانطلاقة، هنا يبحث عن فوز وانتصار، والدخول الآخر هنا من اللي هو شاهين السعيدي بسرور بن سعيد الكتبي. وصلنا الأربعة كيلومترات الأخيرة، بدأنا أيضا هنا بفتح صفحة جديدة ألا وهي صفحة الحماس والتكتيك والفوز والانتصار ورسم خطة أيضا جميلة لانطلاقة هذا الشوط الجميل. أول أشواط الزمول، أول أشواط الزمول هنا المحليات الأصايل بنوك الإنتاج للمستقبل بالفعل. نعود إلى مقدمة الشوط ونسير إلى المركز الأول، هناك سراب لسعيد بن غدير بسعيد بن لويهي يأتي في المركز الأول ينطلق على الصدارة الأولى، شعار الدرعي بالفعل يقدم انطلاقة ولا أروع، ولكن هنا بندري سعيد أو هنا يقدم لنا سلهود أيضا يأتي بهذه الانطلاقة القوية، حمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاح يا سلام، ذكريات الكبار يا بن دري، ذكريات الانطلاقة الكبيرة يا بندري، لو تذكرنا أيضا الشبلة وغيرها من الأسماء، أيضا سالم بندري وهاج وغيرها من الأسماء من يقدم هذه الانطلاقة اليوم مشاركا في أول أشواط الزمول المحليات الأصائل، ولكن اللي تدخل من الزاوية اليمنى وخذ المركز الثالث أدهم حميد بن محمد بن سعيد المنصوري أيضا مع كلام آخر جسر العبور، هنا جسر العبور أول العابرين هنا الدرعي، أول المنطلقين الدرعي يبحث أيضا عن هذا الفوز والانتصار. ناخذ المركز الرابع زعفران يبحث عن الزعفران الشامي، يبحث عن الزعفران الشامي الذي تطلع به الثلاث المراكز الأولى في مهرجان الشيخ زايد التراثي، يتواجد أحمد بن راشد بن محمد بن مبارك الخيالي أحد الأسماء القوية، شعار بن سبت بقيادة أحد شبابنا المضمرين عمر بن راشد بن سبت الخيالي يقدم انطلاقة ولا أروع، هنا انطلاقة أيضا الشعار جميل غني عن التعريف، ولكن الدخول من شاهين السعيدي بسرور ابن سعيد الكتبي يتدخل ايضا من الزاوية اليمنى يبحث ايضا عن انتصار قوي في هذا اليوم. اول اشواط الزمول المحليات الاصايل الى اين سوف يذهب؟ كما شاهدنا هناك ايضا شواهين لعابر بخلفان الهاملي الاسطورة الكبيرة وصاحبة السيارات الوفيرة هي من فازت باول اشواط هذا اليوم، والشوط الثاني ايضا من فازت به وصايف لعتيق بن محمد بن زيتون المهيري، مع من هذا الشوط يا ترى؟ المنافسة القوية، التحديات المثيرة، الاسماء المنطلقة في هذا الشوط تبحث ايضا عن انطلاقة رائعة، عن فوز وانتصار، تحدي مثير. سلهود غير الصدارة، سلهود غير المركز الأول، السلالة الصغانية بدأت تعزف الوتر الأول هنا طربا لمسافة 8 كيلومترات، يأتي أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي مقدما لهذا الاسم الكبير، الله 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 الله. زعفران أيضا ينطلق في المركز الثاني، يأتي هنا أحمد بن راشد بن محمد بن مبارك بن سبت الخيالي، وصلت الأسماء القوية، بدأت التحديات المثيرة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الشوط، في هذا الانطلاق، في هذا التحدي المثير مشاهدينا الأعزاء. لنا عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول سلهود بن دري، وهناك أيضا زعفران بن سبت أيضا يقدمان هذه الأسماء القوية مع الكوع الأخير والمنعطف الأخير مشاهدينا الأعزاء. وصل هنا اللي هو أيضا شاهين السعيدي بسرور بن سعيد الكتبي يقدم قدم أيضا شاهين، بينما المركز الرابع
أدهم الحميد بن محمد بن سعيد المنصوري الاسم القادم، أول الأسماء المذاعة هنا، ياتي الأسد مانع بخليفة بن رشيد السويدي، وصل بن رشيد، وصل بن رشيد، تدخل بن رشيد، بينما الاسم القادم مستحيل محمد بن علي بن راشد بالسم المنصوري، والوصول الآخر من سلهود سالم بن سعيد بن الحميد الاكتبي. هكذا منعطفنا الأخير، هكذا انطلاقتنا الأخيرة، هكذا نجوميتنا الكبيرة مع سلهود وبن دري. بن دري على الصدارة، بن دري على المركز الأول، يقدم هذه الانطلاقة القوية، يقدم هذه النجومية الرائعة، يقدم هذه أيضا الانطلاقة الجميلة. وصلوا الواصلين، بدأنا أيضا نفتتح بوابة الكيلومتر الأخير، دخلنا هذا الغلاف الجوي الخطير، أيضا غلاف الجوي للكيلومتر الأخير غير يا جماعة غير. أيضا هناك شاهين من الجانب الآخر، ياتي شاهين من الزاوية الأخرى للسعيدي بسرور بسعيد الاجتبي، وهنا سلهود ما زال، سلهود ما زال أيضا متمسك لأحمد بن سالم بن أحمد ابن دري. الفلاح يا سلوم، الواصل، الواصل الأسد مانع بخليفة ابن سلطان بن رشيد السويدي، بدأ أيضا ياتي مع هذه اللحظات. وصل الشعار الدكتور، وصل الزعيم الدكتور سعيد بن خليفة بن زاهر الخيلي، ما شاء الله تبارك الله. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، أعود إلى صاحب العوايد، أعود إلى صاحب العوايد شاهين السعيدي بن سرور بسعيد الاكتبي على الصدارة، الاكتبي على المركز الأول، يقدم هذا الاسم، هذا أيضا الانطلاق مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هكذا 300 متر الأخيرة، هنا 300 متر الخطيرة مع شاهين السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي على الصدارة الأولى، محاولات أيضا ابن دري ومحاولات بن رشيد، ولكن هنا بالسعيدي، بالسعيدي ياتي هنا وصاحب الإنجازات في بداية الموسم، ياتي مجددا النشاط والحيوية هنا في مهرجان الشيخ زايد التراثي في جائزة زايد الخبرة، منطقة الثيل الكبيرة، منطقة الثيل الكبيرة هي من تهدي السلامات إلى العين، العين، العين. تهانينا للسعيدي بسرور بسعيد الكبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل هناك الأسد مانع بخليفة بن رشيد الكتبي. المركز الثالث أيضا وصول جميل ورائع وتحدي مثير في المركز الثالث. المركز الثالث كان دخول ما بين سلهود لأيضا أحمد بن سالم بن دري، وأيضا وصل الزعيم الدكتور سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيالي. المركز الخامس وصول مستحيل محمد بن علي بن راشد بالسم المنصوري. هنا أيضا نأتي بالتوقيت الزمني ولحظات الوصول، 13 دقيقة 21 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسعيدي بن سرور بن سعيد الكتبي على هذا الفوز والانتصار. هنا الهواريات من سوف يكون الفائز بالمركز الثالث، وهنا الثاني الهواري. 13 دقيقة 25 ثانية 6 أجزاء من الثانية. هذا هو سلهود الأسد عفوا مانع بخليفة بن رشيد السويدي، بينما المركز الثالث، المركز الثالث شوفوا الدخول، عطنا أيضا التقنية العليا الهواري. 13 دقيقة 27 وأيضا وفاء وتماما وكمالا، الفوز والانتصار مع أيضا الزعيم، الزعيم اللي فاز بالمركز الثالث الدكتور سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيالي، هو من فاز بالمركز الثالث. تهانينا والناموس. المركز الرابع ياتي فيه اللي هو سلهود أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. تهانينا والناموس للجميع. هكذا مشاهدينا الأعزاء شاهدنا هذه